الحكايات يمكن أن تصلح مع المواطنين العاديين، ولكن نحن كنخبة وكعلية القوم وكخدام الدولة لا يصلح أن تطبق معنا هذه المادة إلى آخره. وباش تعرفوا هذه المادة ثلاثة كيفاش أن البام دارها في ميثاق ديال الأخلاقية في المادة تسعود قبل ما يخرج هذه المادة ديال ميثاق الأخلاقي ديال البام مادة تسعود، هضرت بأنه يمكن أنه يتوقف أي واحد أو عضو كذا كذا متابع بناء على تقرير مجلس الحسابات ومفتشي العامة الداخلية والمالية. يمكن لأحد أن ينكره، اليوم هناك محاولة للانقلاب على هذا التراكم ولا هذه المكتسبات. المدني إذا كان يمارس الابتزاز، الابتزاز هي لن أنا أشوف راهم هما اللي تخدموا أجندات سياسية. نعول على المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية بأن تتصدى لمثل هذه التوجهات الشادة والنشاز التي تعبت بالأمن القانوني وتعبت بالتراكمات والمكتسبات الحقوقية والدستورية والقانونية. نتمنى أن تقف المحكمة الدستورية ضد هذا التوجه الذي يريد أن يؤسس أو أسس لتغول يستفيد من الإفلات من العقاب ومن ضعف المؤسسات. للأسف الشديد أن الحكومة اليوم رغم أن المغرب صدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعطي للمجتمع المدني دور بارز في مكافحة الفساد والرشوة، ورغم نشر هذه الاتفاقية سنة 2008 في الجريدة الرسمية وأصبحت بذلك أعلى من القانون وأسمى من القانون الوطني، ورغم القانون 3410 الذي يتحدث عن حماية المبلغين، ورغم مرسوم نوفمبر 2011 الذي قضى بإحداث أقسام جرائم المال العام، ورغم أن الدستور يتحدث عن دور الجمعيات وأهميتها في تقييم السياسة العمومية وصناعة القرار العمومي والديمقراطية التشاركية، رغم كل ذلك فإن الحكومة مرت المادة 3، والهدف من هذه المادة 3 هو أن التغول والفساد وصل مستويات متقدمة، وبالتالي اتضح له لابد أن يمر إلى السرعة القصوى وهي التشريع، وبالتالي لابد من تقييد المجتمع وحرمانه من الآليات المؤسساتية والقانونية لمكافحة الفساد، وفي نفس الوقت تقييد النيابة العامة لأنها مستقلة لم يجدوا بدا من أن يقوموا بهذا بزراعة هذا اللغم، هو لغم في المادة 3، يقول النيابة العامة على أنه لا يجب أن تفتح الأبحاث بمجرد شكايات توصلنا بها أو وشايات. هذه الشكايات والوشايات يمكن أن تصلح مع المواطنين العاديين، ولكن نحن كنخبة وكعلية القوم وكخدام الدولة لا يصلح أن تطبق معنا هذه المادة. إذن اتركوا المؤسسات لمجلس الحسابات والهيئات الأخرى تقوم بدورها وتحيل عليكم، وهم يعلمون أن مجلس الحسابات لا يحيل كل التقارير، وهم يعلمون أن هذه المؤسسات ككل لم نسمع بأنه مفتشي العمل الداخلية والمفتشات الأخرى لم نسمع عن حجم الملفات الكبيرة والضخمة التي أحلت على القضاء، لذلك هم يعرفون بأن هذه المؤسسات ستمشي وستسير بنفس الإيقاع الذي يريدون، ولذلك فإنهم رموا بهذه الجمرة وبهذه النار إلى مؤسسات أخرى وإلى الدولة لكي تكون الدولة في مواجهة مباشرة مع المجتمع، لكي يقال بأن هذه المؤسسات هي التي تحصن الفساد، لأنه غدا هذه النخبة ستقول احنا ما عندنا حتى مشكل، مجلس الحسابات ما عندناش تقرير الضوء، النيابة العامة كذا إلى آخره. وباش تعرفوا هذه المادة 3 كيفاش أن البام دارها في ميثاق ديال الأخلاقية في المادة 9 قبل ما يخرج هذه المادة ديال ميثاق الأخلاقي ديال البام مادة 9، هضرت بأنه يمكن أنه يتوقف أي واحد أو عضو كذا كذا متابع بناء على تقرير مجلس الحسابات ومفتشي العامة الداخلية والمالية، بمعنى أن هذه النخبة عدت العدة وجهزت كل شيء من أجل الإجهاز على مكتسبات دستورية وحقوقية وقانونية وتراكم في الحق الحقوقي والجمعوي لا يمكن لأحد أن ينكره. اليوم هناك محاولة للانقلاب على هذا التراكم ولا هذه المكتسبات. انطلاقا من اللي قلتي بالنسبة للأصابع والمعاصرة بالنسبة للميثاق ديال الأخلاقيات، واحد النقطة اللي تعتبر بأنه الفاعل المدني اليوم يبتز الفاعل السياسي، انطلاقا من شيء لا الفاعل المدني إذا كان يمارس الابتزاز، الابتزاز هي خدمة أجندات سياسية
سياسيه ممكن انا شوف راهم هما اللي تخدموا اجندات سياسيه اليوم. من يخدم اجندات هما هذه الطبقه، هذه الطبقه السياسيه اللي تخدم اجندات. اما الجمعيات تمارس الابتزاز، ما نعرفوش شحال ديال الجمعيات كاع في هذا المجال كتشتغل. يصنفوهم لينا ويقولوا شكون اللي تيمارس الابتزاز، واللي تيمارس الابتزاز كاين القانون، كاين المصادر. وثانيا راه الوزاره الداخليه كتعطيهم مواصل الايداع، وهناك تحريات يمكن ان تقام على هذه الجمعيات قبل من حيوصل الايداع. اذا في تقديري هذا حق اريد به باطل. واريد ان اسالك، تعلم بان السكين ترتكب به الجريمه، هل لان السكين ترتكب به الجريمه يجب ان نقضي على كل السكاكين الموجودة في المجتمع لا تباع؟ هناك أحزاب، هناك أحزاب تبتز الدولة في المال العام، تحصل على الدعم العمومي دون أن ترجعه. هل يمكن اليوم أن نوظف البرلمان لتقييد الأحزاب السياسية بدعوى أن هناك حزبين أو ثلاثة لم يرجعوا أموال الدولة، أو بدعوى أن هناك أعضاء في هذه الأحزاب متابعين قضائيين ومسجونين في السجن؟ هل يعقل أن نغلق اليوم الصحافة لأن هناك مواقع مثلا تمارس التشهير؟ أن نغلق باب الصحافة وأن لا نسمح بالصحافة وأن نقيدها لأن هناك مواقع تمارس التشهير؟ إذن هذا أمر غير مقبول. في المجتمعات التي لم تنتقل للديمقراطية من الطبيعي أن تكون مثل هذه الأشياء، تكون ممارسات لم تتصالح بعد مع القانون ومع الممارسة الديمقراطية، ولكن على القانون المساطير أن تتحرك ضد هذه الممارسات لأنها هي شادة وغير مقبولة. وإذا تحركت المساطير وتحركت المؤسسات أكيد أن المشهد لن يبقى فيه إلا أولئك الذين يريدون أن يشتغلوا بضمير وبصدق وبإخلاص. نفس الشيء فيما يتعلق بالانتخابات وفي الحق الصحفي وفي كل ما الحقوق المجلات. نحن نعول على المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية بأن تتصدى لمثل هذه التوجهات الشادة والنشاز التي تعبت بالأمل القانوني وتعبت بالتراكمات والمكتسبات الحقوقية والدستورية والقانونية. نتمنى أن تقف المحكمة الدستورية ضد هذا التوجه الذي يريد أن يؤسس أو أسس لتغول يستفيد من الإفلات من العقاب ومن ضعف المؤسسات، ويقبر كل القوانين التي من شأنها أن تساهم في مكافحة الفساد والرشوة. وبالتالي نعتبر أن تأجيل هذا الورش أو محاولة المماطلة في هذا الموضوع ستؤدي الدولة والمجتمع نتائجها. نعم، المعايير هو أن نحن سنعتمد على معايير هذه التنظيمات الجادة المستقلة الغير المتورطة في أي أفعال مشبوهة أو لها رصيد أخلاقي ورمزي. سنفتح على طاقات أكاديمية في الجامعة، في المجتمع ككل، في الإعلام إلى آخره. كل الناس الذين يجدون أنفسهم مهيئون ومستعدون ولهم رصيد أخلاقي ورمزي للانخراط في هذه معركة مكافحة الفساد سينخرط معنا في هذه الشبكة. وأكيد أن هذه الشبكة هدفها هو أن يبقى النفس في المجتمع، النفس الحقوقي في مكافحة الفساد يبقى مستمرا، لأن هدف هؤلاء من هذا القانون ومن النص هو أن هذا النفس الحقوقي يجب أن يطفأ، يجب إخماد هذا النفس والقضاء عليه. ولذلك نحن سنبحث عن مخارج أخرى وعن آلية أخرى لكي يستمر هذا النفس في المجتمع. شكرا جزيلا.